أطلق معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الفيلم السينمائي الأول، والذي عنون برحلة المشاعر. طبعا هذا الفيلم يهدف إلى الجهود التي تقديم الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وإظهار مقاصد الحج في أبهى صورها في جوانبها التنظيمية وإدارتها للحشود. للحديث أكثر ينضم معنا الآن المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى ورئيس قسم البحوث والشؤون الإعلامية بالمعهد الدكتور عثمان قزاز. الدكتور عثمان مساء الخير. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. حياك الله يا دكتور. بودي لو نأخذ فكرة عن هذا الفيلم والحاجة التي دعت إليها أيضا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله، بفضل الله سبحانه وتعالى، تم تدشين احد منجزات جامعه ام القرى المتميزه في تحقيق اهداف رؤيتها ورسالتها في خدمه مكه المكرمه والحج والعمره، وكذلك هذا الفيلم الوثائقي السينمائي رحله المشاعر، يعتبر الاول في تاريخ معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج والعمره. وهذا المعهد يمارس الريادة منذ 40 عاما فيما يخدم ضيوف الرحمن، وإيمانا كذلك من الجامعة ومن المعهد بأن يكون هذه الجامعة يكون هذا المعهد الرائد في أبحاث الحج والعمرة والزيارة وتطبيقاتها. هذا الفيلم تم تصويره بفضل الله سبحانه وتعالى في عام 1440، ويساهم إن شاء الله تعالى في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثالث من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين في سياق تعزيز قيمة هذه الرحلة العظيمة إلى الحرمين الشريفين وإلى المشاعر المقدسة. ونحن نعلم يعني شوق كل مسلم ومسلمة لأداء المناسك في رحلة تمثل لهم رحلة العمر والذكريات التي لا تنسى. جميل جدا. طيب دكتور، كان لكم هدف ورسائل معينة وضعتوها قبل وضع سيناريو هذا الفيلم؟ نعم لا شك. طبعا هذا الفيلم حقيقة تجربة رائدة، يعني تجربة رائعة فنية، عمل فني إعلامي احترافي، هو باكورة الأعمال السينمائية لجامعة أم القرى ومعهد خادم الحرمين الشريفين. الهدف طبعا من هذا الفيلم هو إظهار وسرد روحاني لرحلة المشاعر، وخلال 6 أيام متصلة بداية من يوم السابع من ذي الحجة إلى حتى اليوم 12، برؤية جديدة ولإظهار مقاصد الحج ومعانيه العظيمة. نعم دكتور، تمت ترجمة الفيلم إلى لغات؟ نعم صحيح، تم إعادة تقديم تم ترجمة هذا الفيلم إلى عدة لغات، وإن شاء الله تعالى جاري العمل على ترجمته كذلك. تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية، وهناك عمل جاري إلى ترجمته إلى عدة لغات. طبعا هذا العمل وهو فيلم رحلة المشاعر ليس المنتج الوحيد، تم كذلك إعادة تقديم الأنشود الخالدة يا راحلين إلى منى بلحن وتوزيع جديد لتكون النشيد الرسمي لفيلم رحلة المشاعر، كما تم إنتاج فيلم مختصر يسلط الضوء على الخدمات العظيمة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية والجهات المختلفة العاملة في الحج، لإبراز الجهات هذه الجهات والعلاقة كذلك في فيلم يسمى جموع الملفين في البلد الأمين. طيب دكتور، جهد عظيم وتعب وسنة تصوير وتقنيات عالية جدا، وصرف أكيد على هذا الفيلم مبالغ كبيرة جدا، لكن تبقى أيضا خطوة مهمة جدا وهي عملية التسويق للفيلم ليصل إلى أكبر عدد من المسلمين حول العالم وغير المسلمين. نعم صحيح، وبفضل الله سبحانه وتعالى نحن الآن نشهد نسبة مشاهدة عالية بفضل الله سبحانه وتعالى. خلال يومين فقط تجاوزت نسبة المشاهدة إلى أكثر من 170,000 مشاهدة
خلال يومين فقط الحمد لله، وهذا فقط النسخة الإنجليزية، وكذلك أكثر من هذا العدد بكثير للنسخة العربية. طيب. وهناك عمل جاري على تسويقه، ويعني الحمد لله هناك شركاء للنجاح. نشكر حقيقة وزارة الإعلام ووزارة الثقافة والعديد من الجهات التي تدعم هذا العمل الحمد لله. جميل جدا. دكتور، سؤالي الأخير، أبرز التقنيات اللي السينمائية اللي استخدمتوها في إنتاج هذا الفيلم؟ طبعا في هذا الفيلم يعني تم استخدام ولأول مرة في جامعة أم القرى الكاميرات السينمائية الاحترافية، ويعني كذلك تم التصوير في مواقع ومن خلال يعني في الحرم المكي والحرم النبوي وكذلك المشاعر، وباستخدام يعني الطائرات ومن التصوير الجوي عفوا، ويعني تقنيات الإنتاج الاحترافية. جميل جدا. دكتور عثمان قزاز، المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى ورئيس قسم البحوث والشؤون الإعلامية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا لكم أحبتي وأستاذ المشاهدين. شكرا لك.